اديها. يعني طيب ما في حاجة. روشيتا لرئيس مجلس الوزراء دكتور حمدوك. والله رشوتاتي كلها له هو، لانه هو رئيس مجلس الوزراء، هو الجهاز التنفيذي. الاجهزة الثانية كلها انا ما شاعر بانه عندنا فيها حاجة. الجهاز التنفيذي انا ده الحاجة اللي انا افتكرها، وانا متابع طبعا بدون شك، مقدر رحلته للغرب كله وللجمعية العمومية، ومقدر رحلاتهم برضو للخليج وكل هذه الرحلات الخارجية، لكن كلها أنا بعتقد هي في إطار العلاقات العامة. يعني كثير من الناس بيتكلموا أنه ما قابل فلان وما عمل فلان، أفتكر ما حقنا نحمل رئيس الوزراء أكثر مما أنه هو يعني يتحمل. فهي رحلات لعلاقات عامة، وعلاقات عامة برضها كويسة. يعني الخارج ليس هو الحل؟ نعم، الخارج ليس هو الحل؟ ليس هو الحل بدون شك. الحل في الداخل، وفي الداخل في داخل مجلس الوزراء، مش في المجلس السيادي، لأن ده مجلس سياسي ما مجلس سيادي، بداخل مجلس الوزراء. ولذلك احنا بنقول الكلام ده عشان نخلي المسألة تبقى محصورة. وبعدين أنا شاعر في شكوى أنه يعني ما في برنامج، ما سلموا برنامج، أدخل لي هذه شكاوى. احنا ما مفروض تفتكر متحاملين على سيد رئيس مجلس الوزراء؟ والله تحامل؟ أنا ما أفتكر في تحامل، لكن بعتقد أنه هو ذاته رئيس الوزراء، انا ما داري ادافع عنه، لكن هو رئيس الوزراء ذاته يبدو انه ما كان متخيل القضيه والمشكله اللي موجوده، وقطع شك الناس اللي حوله، والناس بما احترامي لهم في الحريه والتغيير، في كثير من الناس ما ملمين بالحاصل. ودي ام المشاكل. يعني الحاصل هي ليست القضيه كلها انه خلاص رفضوا جماعه من الاساتذه بتاع الجامعات، ولا النسوه يعني قاما بالعاب رياضيه النسويه، ولا الاطفال. دي ما القضيه طبعا، ولا بنعمل منها يعني. ليست المشكله الحقيقيه، ليست المشكله، المشكله الحقيقيه ان احنا عاوزين نعمل عمل لمستقبل. واذا اصل الموضوع كله انك تصح الحكايه وتشيل جماعه وتجيب جماعه، دي ما دايره 3 سنوات ولا دايره 3 شهور، في شهر واحد ممكن تعمل كل الحاجات دي. كل